موجز إخباري جديد لآخر أهم الأنباء يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان إنه سيتم إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، وسيكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي والمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب الأمراض الأورام والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتماداً على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم. كما سيتم تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة لتقييم خدمة التلقيح من خلالها، ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الأماكن المقترح تقديم الخدمة بها. وأكدت الدكتورة هالة زايد أنه لا يوجد دليل علمي يفيد بأي أثر للتغيير الجيني الجديد على معدل الإصابة أو شدتها أو انتشار الفيروس. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس غدا الخميس معتدل على القاهرة والوجه البحري نهارا، بارد ليلا والرياح معتدلة، يصاحب ذلك شبورة مائية صباحا والطقس معتدل على السواحل. وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض وامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومتوقع أن يكون هناك نسب أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون الأمطار متوسطة على السواحل الشمالية. قامت شركة تويتر بإجراء تغيير كبير على الحسابات الرسمية المخصصة للرئيس الجديد والبيت الأبيض على موقع تويتر، استعدادا لتنفيذها في شهر يناير المقبل، والتي ستؤدي وفقا لسياستها الجديدة إلى فقدان مئات الملايين من متابعي الحسابات من أتباع دونالد ترامب، مما يمثل خروجاً عن ممارسات وسائل التواصل الاجتماعي السابقة. وعلى عكس قرار تويتر، يسمح موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للحسابات الرئاسية ومتابعي تلك الحسابات بالانتقال إلى إدارة بايدن. نهاية الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا صدى البلد الإخباري. شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.